على البريفرال نيرفز واخذنا موضوع كان يمكن محاضره واحده على النيوروباثي مو تمام؟ ايه دكتور ما كملناها تام بعد. زين وين وصلنا بالمحاضره الاولى؟ ما نيوروباثيا موضوع بالضبط اللي يتذكر. اتذكر مشينا بيها كثير يعني بقلنا كم سلايد ما كثير. يمكن الجليان باري اخذناه؟ يمكن دكتور هسه اتاكد لك دكتور. يعني مو يعني احنا غير على مود نكملها، يعني هذيك محسوبه على الماده مال قبل السنه، يعني لازم نعطي كميه في المحاضره. نكمل المحاضره خارج اطار المحاضرات الرسميه خلينا نقول اللي عندنا ناخذها. يعني في اليوم نتفق عليه يوم جمعه مثلا نعطي كميه هاي المحاضره تكمله البريفرال نيوروباثي حتى نلحق ما شيء نكمل منهجنا قبل نهاية السنة إن شاء الله. إن شاء الله. زين إذا النيوروباثي أكو ما بين النيرف والمصل أكو شيء مهم اسمه نيورومسكولار جنكشن، وهذا أيضا هناك مجموعة من الأمراض اللي تأثر على هاي المنطقة، فبيها محاضرة أيضا مهمة راح ناخذها ان شاء الله تعالى احتمال باتشر ماشي. فهاي محاضره نيوروموسكولار جنكشن ديزيز اللي على راسها المايسيني جريفز ماشي، فراح نناقشها ايضا ان شاء الله تعالى في محاضره قادمه. بعدين ما بين النيرف والمصل اكو جنكشن مثل ما قلنا، بعدين راح نجي على المصل. المصل الباثوفسيولوجي مالته او خلينا نقول الفسيولوجي مالته والفانكشن والتركيب مالته كان اختمها اتصور بالمرحله الثانيه بالفسلجه، دائما كان يعطون المصل بدايه اللي موجوده بدايه الكتاب فتاخذوها بدايه السنه المرحله الثانيه على ايام المقمار فسد لا تغيرت الامور ولا لا، لكن دائما كنا نحفظ شلون يصير الاكشن بوتنشال شلون يصل وشو يصير تغييرات داخل الخلايا وهذه كلها مهمه، والاي تي بي شلون كذا وكذا الى اخره، بعض الالكترولايت شلون تتغير والشانلز يعني الكالسيوم والصوديوم شنو دورها البوتاسيوم اوكي لا تصير الحركه، ويمكن تاخذون ضبدة على المختبر، يعني ايام زمان كنا نجيب ونخلي ستيميوليتر ونشوف الرياكشن مال العضلات مال ضبدة ماشيني عجيب وين صدى بادي على الكليه يعني تختبروها مرحله ثانيه. مصطفى والله دكتور وقتنا كان ماكو كان المختبر بعده يعني بالفسلجة. اوكي يلا اذا احنا عندنا المايوباثي. المايوباثي a disorder in which there is a primary functional or structural impairment of skeletal muscle. خلاص يعني عندنا مشاكل بالعضله، سواء كان هاي المشاكل هي وظيفيه او تكوينيه يعني بالتكوين مال العضله او بوظيفه العضله، يعني هي اوكي انه تركيبه جيد لكن مو منسق مدى تشتغل بالشكل المناسب بما فانكشنال او ستراكشرال امبيرمنت. شنو الساين والسيمتوم اللي تخليك تفكر عند اي مريض انه هذا ممكن يكون العلاقه بالمصل ديزيز اكثر مما غير شيء؟ اذا كان عنده بروكسيمال سيمتريك ويكنس which may be acute or subacute or chronic presentation كيجيك acute presentation هو عنده بروكسيمال ويكنس ممكن اكيد subacute او chronic reduced or preserved or enlarged muscle bulk، يعني مو بالضروره انه المسل بالك تحيلك بشكل او باخر، ممكن انه حجم العضله يكون طبيعي لكن هي ضعيفه ما ممكن اكو زياده او نقصان بحجم العضله. المسل بين اور ديسكومفورت وذ بالبيشن مايلد، يعني من طخ العضله احيانا تكون بها بين وديسكومفورت انا مرتاح لدى المريض. ستيفنس اور كرامبس يحس يقول لك والله عندي مثل اليابسه متشنجه العضله مالتي، فاتيكابيليتي موجوده، والمايوجلوبينوريا قليل يعني حقيقه لا خليناها بالنهايه لكن ايضا تعتبر احد الساين او سيمتوم اوف ذا مايوباثي انه يتغير لون الادرار مع المريض. شنو القور ساين المهمه جدا بالفحص اللي دائما نطبقها على المريض؟ انه نطلب من المريض ان يجلس جلوسا في الارض ومن ثم القيام. من يقوم المريض إذا كان عنده proximal weakness حقيقة فراح يضطر
أنه يتسلق على أرجله، يعني اضطر أن يستخدم الإيدين بحيث بالارتفاع أنه يبدأ من جوا، يلزم رجليه من يم السيقان، ثم يصعد إلى الركب باليدين، ثم شيئا فشيئا إلى أن يقدر يقف بشكل كامل. climbing up the legs with the hands، فمثل ما تشوفون أنه بهاي الطريقة المريض راح يقدر يوقف. بهاي الطريقة إذا شفت المريض اللي عنده proximal weakness هذه gore sign positive، أيضا من الأمور اللي تخليك تفكر أنه هذا دا يمشي مع المصل disease. most muscle pain are caused by non-muscular condition، يعني لو يجيك مريض قال لك والله أنا عندي عضلات توجعني، يعني مو بالضرورة أبدا أن يكون هذا muscle disease. يعني مثل ما تعرفون الفاسكولار insufficiency اللي قصدي claudication، اللي هي الدم ما يدا يصل، خصوصا الكبار بالعمر، diabetic، smoking at home، hypertension، يصير عندهم atherosclerosis peripheral vessel، فدولة راح يصير عندهم during exertion من أثناء المشي لمسافة معينة يبدأ عنده آلام تصيب العضلات مالته، خوش، بسبب قلة أو عدم كفاءة وصول الدم. أو joint disease ممكن يسوي لك muscle pain أيضا قريبة من بعض، لأنه أو neuropathy أيضا ممكن يسوي لك pain بالأطراف. فممكن pain معناته أو كل pain يشعر من مريض بالعضلات، أو أبسط شيء تشنج أنه هو تعب كذا إلى آخره، ممكن معناته أكو muscle disease. بالعكس أنه majority of the myopathy هي painless، يعني عادة مريض خصوصا الكرونيك الكونجينيتال خلينا نقول هي painless. شنو الشغلات من الانفستيجيشن اللي تساعدك بتشخيص المصل ديزيز؟ سيرم انزيم مصل انزيم على رأسها كرياتينين كاينيز، الاي ام جي والنيرف كوندكشن ستدي اكيد، الكترومايوغرافي تخطيط العضلة، والمصل بايوبسي. ماشي يعني من الامور اللي تساعدك. الجنرال كاتيجوريز اوف مايوباثيز، حقيقة الانفلاماتوري مايوباثيز هي على رأس القائمة من الأكواير، لكن إذا جينا حسبناها حساب عرض، إذا أخذنا أول أربعة واعتبرناهم acquired causes، خوش، والأربعة الأخيرة خلينا نقول genetic congenital causes، ماشيني، اللي هي الخمسة وستة والسبعة وثمانية، نسب الخمسة وستة وسبعة وثمانية بالحقيقة هي أعلى من نسب acquired condition. هاي المحاضرة راح نناقش acquired condition، وبعدها راح نناقش الايش الكونجينيتال كونديشن ماشيين، او الهيريتري كونديشن. اوكي، اكو سؤال احد هون يا شباب؟ لا اوكي، بقيت زملاء واضح دكتور. اوكي، اذا اكو اي سؤال انا مستعد انه اجاوب حقيقة اي نقطة ثبت عمك واسألني. الانفلاماتوري مايوباثي اذا راح نناقش الان، توكسيك مايوباثي، توكسيك هو استخدام بعض الامور اللي ممكن تؤثر على العضله، ستاتين كدواء راح نناقش ايضا اثناء المحاضره، ستاتين احد الادويه الشائعه اللي تستخدم اللي هي ليبيد لورينج ايجنت، مع شيء بانواع ريزوستاتين وتورفستاتين سيمفستاتين والى اخره، اغلبهم ياثرون على العضلات، خصوصا المريض أول ما يأخذ قبل ما كان يشعر بألم بالعضلات مالته، ويرتفع المصل إنزيم ترتفع عند المريض، وأحيانا تصل في حالات يصير عندهم نيكروتايزينج مايوباثي حقيقة في بعض الحالات النادرة. الألكوهول يوز، الزيدوفودين هذا أحد الأدوية اللي تستخدم الانتي فايرال حقيقة، الإندوكراين مايوباثي، الهايبوثايرويد، الهايبوأدرينالزم حقيقة أيضا من الأمور، وايضا انت ممكن تذكرون بعض الامور الاخرى مثل الكوشينج ايضا ممكن ياثر والى اخره. انفكشوس مايوباثي نادره حقيقه، الايستريكانيوسيس ممكن ايضا تؤثر، الماسكولار ديستروفيز هاي من الكونجينيتال جينيتيك كوزز، كونجينيتال مايوباثي عندك، الميتابوليك هنا يعني القصد بها المقصود اللي احنا ناقشه المحاضره الجايه هي فقدان
بالسلسلة التفاعلية في داخل الخلايا، يعني فقدان أنزيم أو فقدان شرايين، بحيث ما تكتمل عملية إنتاج الطاقة المطلوبة للعضلة. تعرف الدم من يصل ويحمل معه المواد اللي تحتاجها العضلة، تتم هناك سلسلة من التفاعلات تنتج بالنهاية الـ ATP. حقيقة هذه التفاعلات الكيميائية اللي تصير إذا كانكو بعض الأنزيمات المطلوبة بها نقص أو خلل وظيفي، هنا راح تظهر عندك المشاكل. أكو خطين رئيسيين بالموضوع، إما عن طريق الكلايكوجين حقيقة أو عن طريق الفاتي أسيد. فأكو مجموعة من الأمراض العلاقة بالكلايكوجين، مجموعة الأمراض العلاقة بالفاتي أسيد الأنزيمات يعني، والنقص أو الخلل ممكن أن ينتج عنه muscle weakness. أكيد مع الميتوكوندريال مايوباثيس والأمثلة أمامكم على الموضوع. نبدأ الآن بالإنفلاماتوري مايوباثي. أربع أنواع رئيسية من الإنفلاماتوري مايوباثي. والإنفلاماتوري مايوباثي من الاسم مالتها هي تمشي ويا الأوتوميون، واضح يعني أوتوميون. فعندنا الديرماتو مايوسايتس البولي اللي هذول اثنيناتهم يجون سوا بالشرح، الإيميومدييتد نيكروتايزنج مايوباثي، وأخيرا إنكلوجن بادي مايوسايتس. نبدأ مع البولي والديرماتو مايوسايتس. حقيقة البولي مايوسايتس أدلت عادة بريزنتيشن، الديرماتو ممكن بالاثنين تشيلدرن ولا أدلت. هناك سيمتريكال بروكسيمال ويكنس بروجريسيف أوفر مانس أور ويكس أور مانس، يعني يوجوالي أنه صب أكيوت تو كرونيك بريزنتيشن المريض يجيك. Pharyngeal or diaphragmatic weakness is common، بمعنى أنه صعوبة بالبلع، أحياناً صعوبة بالتنفس راح يصير عند الماء، عادة يعني proximal weakness اللي موجود بالأطراف. ممكن أنه عند المريض ممكن ولكن ليس شرط أن يكون هناك systemic involvement، بمعنى fever, weight loss, cardiac manifestation مهمة جداً اعتبار أنه عضلة قلب أيضاً عضلة بها arrhythmias و conduction abnormalities. وممكن جدا من باب الاوتو اميون مانيفستيشن ان يكون عند المريض اذر مثل انترستيشال لانج ديزيز، خوش كونجكتيفايتس، يوفيايتس العين، كالسينوسيس اللي هو يعني وجود الكالسيوم تحت الجلد او في اماكن اخرى من الجسم، جاسترو انتستاينال ايضا ابنورماليتيز. اذا هو ممكن يكون سيستميك انفولفمنت مو بس العضلي، ولكن المين مانيفستيشن مالته له علاقه بالعضلات، واللي دائما يعني usually presentation مالتهم يكون بوجود الخلل العضلي زائدا بالدرماتومايسايتس وجود العلامات في الجلد. Both dermato and polymyositis associated with malignancy، زي نقطة مهمة خوش انت دائما فكر ليكون اكو underlying malignant condition. والدليل انه قبل فترة جتني مريضة شابة حقيقة هي عندها feature of the dermatomyositis، فبالنتيجة أنه هي عندها أصلاً بريست كارسينوما وصار عندها هل ديرماتو مايوسايتس. ماشيني؟ بالنسبة للديرماتو مايوسايتس عندنا كوتينيس مانيفستيشن من الاسم مالتها ديرماتو مايوسايتس، يعني ما بس مايوسايتس، فعندنا سكين مانيفستيشن خلينا نقول على رأسها البيربلش ديسكالوريشن انفولفينج ذا ايليتس cheeks and nose اللي يسموه heliotrope rash اللي لونها صراحة نشوفه بالصورة، or an erythematous rash seen on the knuckles اللي موجودة بالأصابع اللي هي الكوترنز بابيوز. هذا الheliotrope rash هالكلر اللي راح تشوفوه على وجه المريض أو المريضة ماشي، اللي هي من العلامات المهمة جدا في تشخيص الديرماتو مايوسايتس. وهذا خلينا نكمل، او هناك الراش على النيك والابر تشيست الفي ساين، او الشولدر مثل الشاول ساين، او اكستنسر سيرفيس اوف ذا ايلبوز نيز هيبس ميديال مالولاي اللي هي جوترن ساين كان اولسو بي سين. ذا راش اوفن ورسن وذ اكسبوجر تو سان لايت، من طلع الضوء زيد الحمارات وزيد السنسيتيفيتي مال السكن معشاني. فهذه الهيليتروبراش، هذه البي ساين الفوق الكوترنس بابيول اللي موجودة على النكلز مال الفينجرز إذا تشوفوها معشاني.
اوكي او هذا ميتاكاربول جوينت مع شين. اذا هاي العلامات مهمه تساعدك في تشخيص الدرماتوماي، ولو ما موجوده من الممكن ان يكون بوليمايسايتس ويذاوت سكين مانيفيستيشن، يعني عندك بقيه الامور لكن ويذاوت سكين، داكو سكين صارت درماتومايوسايتس. الدايجنوزز الاي ام جي مهم جدا، راح يشوفك اللو امبليتيود سمول مايوباثيك يونت، احيانا فيبريليشن بوتنشال اور بوزيتيف شارب ويفز، هذا دليل على وجود اكتيفيتي abnormal activity inside the muscle itself. CK usually elevated. MRI of affected muscle احيانا نشوفنا T2 signal secondary to edema inflammatory process of fibrotic replacement، لكن قلما بصراحة نحتاج إلى MRI، قلما نحتاج إلى MRI. عادة clinical نعزز هذا بالCK بالاي ام جي، وايضا بالبحث عن الاوتو انتي بوديز اللي موجوده تقريبا 80%، وايضا بالنهايه اذا اضطرينا نسوي مصل بايوبسي. بالاضافه الى انه شيء مهم لا ننسى، نسوي سكرين فور مالجنسي. اوكي سكرين فور وات مالجنسي. نورمال الموتور اندكشن بوتنشال بالاي ام جي راح تظهر بهالشكل. البي الصورة البي هي نيوروباثيك، شوف ايش قد هاي نيوروباثيك من نير ديزيز، راح تظهر بهالطريقة اذا كان التيروهاسيل او نيوروباثي، راح تظهر انتيوهاسيل قص يعني ومايتروف كلاتس فيروس جماعته او نيوروباثيك كونديشن، او السي اللي هي نحكي عنها اللي هي سمول امبليتيود، خوش قبل شوي حكينا عليها سمول لو امبليتيود سمول مايوباثيك يونت، اللي هي بهالطريقة راح تكون مثل ما تشوفون فرق عن النورمال انه هي small low amplitude with a small unit. هذا الـ MRI مثل ما قلنا علينا خوش عيني. طبعا بالبايوبسي اذا تلاحظون الصورة مع البايوبسي انه normal muscle، يعني هاي صورة تقريبية، لكن تحت الميكروسكوب راح تبين هنا لكن inflammatory cell في حالة الميوسايتس. واضح؟ أكو سؤال أحد هون يا شباب؟ لا دكتور واضح. واضح الأمور. ماكو سؤال. أوكي. treatment. كورتيكوستيرويد مهم. first line. إيش قد الدوز 1 ملغرام per kg per day. بعدين tapering نسوي. over 7 months after initiation. if there is no improvement with steroid or steroid cannot be tapered, treatment with second line agents. يعني إيش يعني؟ كل ما تقلل الستيرويد الأعراض ترجع بالظهور بشكل واضح وكبير، فوين إيش تعمل أنت؟ حقيقة مضطر أنه تخلي على steroid spinning agents، إما الـ IVIG بحيث بشكل دوري تنطيه، أو الأزاثيبرين والتروكسيد. اوكي انكلوجن بودي مايوسايتس، طبعا احنا اذا حكينا على البولي والدرماتومايوسايتس، فبما انه اوتوميون ديزيز العلاج مالتهم شو راح يكون؟ بدايه ستيرويد وبعدين الستيرويد سبيرنج ايجنتس اذا اضطرينا انه نستمر بالعلاج لفترات طويله مع المرضى. طبعا هو ممكن جدا الاندرلاين مالجنسي على سبيل المثال اذا كومبليتلي كيورد وما ظل عند المريض اي ريسيجوال مالجنسيز، من الممكن أن يخف المرض عند المريض. خوش يعني درماتومايوسايتس ما تخف وتقل علاج without recurrence of the clinical manifestation، فهذا أيضا مهم بالنسبة لنا ندور ليكون أكو مالجنسي، دائما نسوي له سكرين للمرض. وإذا هو أصلا أوريدي قال لك والله أنا عندي سي أي فخلاص، يعني هذا يعزز الدايجنوز مالته. الانكلوجن بادي مايوسايتس هذول الاعمار الكبيره 50 سنه فما فوق، الانسيت مايتم عاده انسيديوس يعني كرونيك بريزنتيشن بينليس ويكنس، ويصير اتروفي. شوف هذا الديستريبيوشن مهم مع المصل ويكنس، يعني هو مو كل المصلات يصير بيها ويكنس مثل او بروكسيمال ويكنس مثل الدرماتو البوليمايوسايتس، هذا شويه باختلاف
يصير عادة quadriceps خوش weakness finger flexors and foot dorsiflexion. يعني هو ما يقدر يسد أصابعه كامل flexion مع finger صعب عليه, ما يقدر يسوي extension مع knee صعب عليه, ولا يقدر يسوي dorsiflexion مع الفوت. dysphagia كمان دائما مع معاناة بالبلع. CK والله مو دائما يرتفع, أحيانا normal يعني هم ما راح يدليك كثير. الإلكترو دياجنوستيك إيفالويشن ميكست مايوباثيك ونيوروجينيك تشينجز, وهذا أيضا من العلامات اللي هي مهمة, أنه مو بالضرورة يطلع purely مايوباثيك, ممكن بحالة inclusion body myositis يطلع ميكست فيتشر. البايوبسي هوني مهم جدا, وعادة يعني نحن إذا عصت علينا التشخيص مال inclusion body myositis نرجع إلى البايوبسي, لأنه بي فد كاركترستيك مهمة جدا اللي هي سايتوبلازميك ريميد فاكيول اللي على أساسها جت التسمية inclusion body. inclusion body معناته وجود ريميد فاكيولز وزينوفيليك inclusion bodies inside the cell. واضح؟ فوجود مثل ما تشوفون نورمال فرقة عن inclusion body. وأيضا الرسومات تبين لك العضلات اللي انفولد واللي انت المفروض تاخذ منها البايوبسي, ما تروح من اي عضله, تسحب من الديلتويد كل شيء ما يطلع لك من البروكسيمال ديلتويد, جزء غير مصلاته ما يطلع شيء. اوكي, فتسحب من الفينجر فليكسر مصل مثل ما تلاحظون, وايضا الكوادريسيبس والدورس فليكسر مصل راح تفيدك بالتشخيص مع الحاله. اذا هذا المريض ما يقدر يغلق اصابعه بشكل كامل ماشي, يعني وجود الريميد فاكيولز داخل الخلايا العضليه, وايضا وجود الويكنس والاترف بالكوادريسبس اذا تلاحظوها. خوش عين, واضح انكلوجن بدي مايسايتس. بالنسبه للمانجمنت مالته حقيقه ما اكو لحد هسه علاج ناجع له, وصارت محاولات لإعطاؤه الإيمين ثيرابي, خلينا نقول اللي هي الستيرويد وجماعة إيمين سبريسيف ثيرابي, لكن بدون جدوى, يعني ما حصل ذاك النتائج مثل الديرماتو والبولومايسايتس, وبعض يعتبرها كديجنراتيف. شون أبو الزهايمر يصير عنده فد إنكلوجن أيضا بديز إنسايد النيورونز بالدماغ, ها كأنه نيروديجنراتيف هو هذه بالبرين إذا حكينا, لكن هوني كأنه هو ديجنراتيف مصل ديزيز, يعني صير تغييرات داخل الخلايا العضلية مع العمر ما ممكن أن نرجع باكراوند. ولهذا دائما دول المرضى حقيقة تستمر المعاناة مالتهم دون أن يكون هناك علاج ناجع سوى أنه سبورتيف سيمتوماتيك مانجمنت اللي يعني العلاقة بالنيوتريشن ديسفيجيا مالته الويكنس سواء يعني نطيفة بعض المقويات, لكن علاج حقيقي ناجع 100% بعد ما أكو. النوع الأخير من الانفلاماتوري مايوباثي والإميوميدياتيد نيكروتايزنج مايوباثي حقيقة أيضا بريزنتيشن مالت أكيوت أو سب أكيوت بروكسيمال ويكنس آن مايالجيا, هوني أكيوت أكثر ديميل أكثر ما هو كروني, ولهذا بال ميجيك كيس سيناريو خوش, فأنت من الهيستوري مهم جدا عندك أن تفرق ما بين الأنواع. مارك اللي ليفيات السي كي ونشوف فرق هذوك, أكيد الماتو بوليمايس أيضا يزيد لكن مو بهالزيادة اللي موجودة بالنيكروتايزنج مايوباثي. وبالمصل بايوبسي أكيد راح نشوف نيكروتيك مصل فايبرز. المايوباثي ماي بي سكندري شوف to underlying connective tissue disease, most commonly scleroderma or mixed connective tissue disease, يعني other autoimmune disease مع necrotizing myopathy. من اسمه هو already immune mediated. Or cancer, but most are likely triggered by statin use. يعني ما عندك connective tissue disease أو malignancy أو
استاتين ايضا قبل شوي حكينا تاثيرات الاستاتين، من الممكن انه تريجر لهذا الموضوع انه ما كان بشيء اخذ استاتين ظهر عنده وكانه كان حجه لظهور المرض. اكيد هالمريض يحتاج اجريسيف امينو سبريسيف ايجنتس، يعني استفاد على اعطاء الستيرويد الاي في اي جي بقيه الامينو سبريسيف ميديكيشن. واضح خلصت الانفلاماتوري مايوباثي؟ اكو سؤال عليها يا شباب؟ اكو سؤال؟ لا دكتور واضحه، واضحه الامور، جيد. زين الستاتين مايوباثي وحده من الامور اللي نحن نسميها توكسيك، حكينا قبل شويه قلنا انه عاده الستاتين اخذ العلاج associated with myalgia أو cramps 20%، خصوصا بالبداية مثل ما قلنا الاستخدام الأول. عادة هو self limiting، يعني ذول 20% بالعادة قبل فترة شعاع خلصت الأعراض مالته وما أي شعور مثل قبل ببداية ما أول ما أخذه. وأيضا أحيانا يضطرون إلى قطع العلاج إذا كان يعني كلش قوي، وأيضا تختفي الأعراض عند المرضى اللي يعانون، ونضطر في بعض الأحيان إلى تقليل دوز إذا كان الستاتين مهم، مرضى الستروك، مرضى الكورونري هارت ديزيز ماشي، أو سبير هايبرليبيديميا عندهم، فلازم نطيهم دوز. لكن إذا صار عندهم مصل مانسيج ممكن أنه نقلل هاي الدوز. في قلة من المرضى ممكن يسوينا مثل ما قلنا نيكروتايزنج أوتو إميون مايوباثي، واللي بهيج حالة يجب أن نقطع الستيرويد، يعني ما ممكن أن نكمل بالعلاج. وعادة المرضى مثل ما قلنا أنه بروزيمال موسويكنس زائد مارك ليبيت السكيل هو راح يكون عندنا. بصورة العموم إذا قلنا المايلد أو السبير ستاتين مايوباثي عادة يصير عندهم أنتي HMG-CoA reductase antibodies. من تشيك المريض تفحصه يطلع عنده هالانتيبوديز اللي قد تكون هي العامل المحفز للحالة المرضية. Offer require aggressive immunosuppressive therapy، حكينا إذا كان هذا حفزنا النيكروتايزينج autoimmune myopathy. إذا أخذ الستاتين تحول إلى لاكتون صار عنده البين والكرامس. أوكي خلص الستاتين، عندنا الستيرويد اللي ياخذون ستيرويد فتره طويله، اللي عندهم اوتوميون ديزيز بشكل عام، اللي عندهم برونكيال اسما على سبيل المثال، ايضا يشكي دائما من بروكسيمال ويكنس بيلس عاده، وتجي بالهيستوري مال دراك هيستوري، واذا به ياخذ ستيرويد لسبب او لاخر لفترات معينه. وعادة المصل بايوبسي أن التايب 2 فايبر أتروفي حتى نفرق، لأنه بالعادة سي كي قد يكون الكرياتيكينيز مو عالي بهيج حالات، عادة يكون بينلس. فإذا بروكسيمال ويكنس مع الهيستوري أوف تيكينج ستيرويد مع مصل بايوبسي ممكن يفيدنا في عملية الدايجنوز. Prevented by exercise، ممكن دائما الاكسرسايز تفيدنا بهيج حالات. وإذا صارت الأمور سيئة من الممكن أن نغير إلى الستيرويد سبيننج ايجنتس أو نقلل على الأقل الدوز، أو إذا مو بالضرورة نقطع العلاج. أحيانا يعني بعض المرضى مثلا طبيب يصف له على دواء ويستمر عليه سنوات دون مراجعة، يقول لك هذا أنا هذا دواي وأخذه لسنة سنتين عشرة وما يراجع، فما بالضرورة أنه لازال بحاجة إله، أو على الأقل مو بهالدوز، ممكن أنه تقلل إلى دوز أقل فتمنع حدوث السايد إفكت. إذن هذه النورمال مصل فايبر، وهذه أتروفايد كن صار بها أتروفي بالبايوبسي للمرضى اللي عندهم ستيرويد مايوباثيك. Critical illness myopathy أيضا واحدة من الـ acquired condition اللي affect the muscle، ومثل ما تعرفون يمكن
ناقشنا ونناقش هذا الموضوع دائما انه عندنا critical illness neuropathy وعندنا myopathy، واحيانا يصيرون at the same time نفس البيشنت اللي هم منهم اللي هم critically ill patients اللي عندهم sepsis multi organ failure اللي يدخلون عنايات ويبقون بالعناية فترة وعلى الفنتليتر. فمن يصحصح المريض ويقعد يصير عنده weakness، يعني لا يقدر يشيل ايده ورجليه، مو من المرض الاساسي ولانه صار عنده critical illness myo or neuropathy. شلون نفرق ما بين الاثنين؟ من عنده جواب؟ هو ممكن يصير critical illness myopathy، ممكن يصير critical illness neuropathy، ممكن اثنيناتهم نفس المريض. شلون نفرق عادة ما بين neuropathy والmyopathy؟ نجي نفحص المريض بالعناية بعد ما كان صحصح وما يقدر يحرك يديه ورجليه. من عنده فكرة مبسطة اللي أخذ عملي خاصة تدريب عملي؟ ما هل عنده جواب يا شباب؟ الريفلكس واحد صحيح، الريفلكس is diminished أو absent in case of neuropathy، بالمايوباثي ممكن preserved. هاي النقطة. النقطة الثانية بعد من عنده فكرة جيد، السنسيشن عادة بالنيوروباثي السنسري أيضا impairment راح يصير عند المريض، والمايوباثي أكيد لا، راح يظل السنسيشن مالته intact. فعادة يصير عند المريض flaccid paralysis، ممكن أيضا spinal muscle، وهذا يعني يخلي لدى المريض صعوبة في عملية الويننج من الفنتيليتر. يعني هو مثلا أوكي مش حاله، طاب من الفد المشكلة اللي كان هو بيها، رجعت الاستقر، لكن تريد تشيل الفنتيليتر يرجع يهبط الأوتو مع المريض والساتوريشن مالته وهو إلى آخره، بسبب أنه عنده مصل ويكنس المرة، وهذا أيضا مشكلة. مثل ما قلنا يمكن مع البولينيوروباثي كريتيكال نيوروباثي يصير عندهم عادة المانجمنت مو سبورتيف كير. يعني حقيقة البروغنوز فور ريكفري فاريبل، من ويكس إلى حد السنة أحيانا يطولون إلى أن يستعيد المريض، ولكن بالنهاية يعني تبقى عند الكوموربيديتيز موجودة والصعوبات أيضا موجودة. إذن من المرضى اللي يدخلون عناية 50% يطلعون نورمال، 5 مايوباثي فقط، 5 نيوروباثي، و40% بوث نيوران مايوباثي. هذا دراسة أخذوا 20 مريض دخل للعناية فشافوا النتائج اللي عندهم ماشيني. إذا تسمحوا لي شباب بس تليفون الجواب. تمام دكتور. أوكي هاي سلام مصطفى، ما شاء الله. أنا خبرتك أنا مودي تقييم مع دكتور مزاح. بس هاي المتطلبات اوكي. فالنيورولبتيك مالجنس سيندروم حقيقه يمكن احد المواضيع المهمه جدا اللي هوني لها مجال انه نناقشها احسن من غير مكان، يعني يمكن ما نقدر نعرج عليها بغير مكانات من النيورولوجي. اللي يصير انه عند المريض هايبرثيرميا، حراره عاليه، ريجيديتي جسمه يتشنج، اوتونوميك انستابيليتي، تاكيكارديا، البلود بريشر مالته يتخربط، وايضا الوعي مالته يتشوش، بوجود اللي يعني سي كي كلش عالي عند المريض من تفحصه، وريسنت اكسبوجر تو تريجرينج ايجنتس. فاي اكو فشي كان صار عند المريض خلى عنده تيجي تفحصه حرارته عاليه، ريجيديتي بالمصل مالته، اوتونوميك انستابيليتي، الفعاليات الحيويه، التكيكارديا عاده عند المرضى مع الحراره العاليه، مع الريجيديتي، مع الوعي المتخربط، السي كي ليفل عالي مالته. عادة الصير
شوف التريجرز مع استخدامات الايرلي والهاي دوز. يعني شنو الايرلي والهاي دوز؟ يعني عادة المريض ما ياخذ انتي سايكوتيك، من تبدي انتي سايكوتيك عاليه بدوز عالي مع المريض هذا اللي هو ما ماخذ سابقا، هاي ممكن تشوفه بالنفسيه يدخل المريض اكيوت سايكوسيس انطوه هاي دوز انتي سايكوتيك ميديكيشن، واذا به صار هالسايد افكت مع المريض. أو other anti-dopaminergic agents مثل البلاسيل، الميتوكلوبروميد، أبروميثازين، استيماتي وإلى آخره. أو approved with withdrawal of pro-dopaminergic medication مثل الـ-L-DOPA أو الدوبامين agonist، الأدوية اللي تستخدم في حالة الباركنسون. هو كان يأخذ دواء معين، جسمه متعود على ليفل معين، خلص العلاج مالته، قل الدوبامين فجأة من الجسم وصار اللي صار. فإما أن تنطي anti-dopaminergic medication اللي هي تقلل الدوبامين أوردي مثل الأنتي سايكوتيك، أو أنه كان يأخذ دوبامين اللي هو السينميت وغيره بالإملانة اللي راح نناقشها أيضا في موضوع الباركنسون، وقطع العلاج وانقطع العلاج أو ما أخذ علاجه فصار عنده لسه. أكيد التريتمنت راح يضمن ديسكنويشن إذا كان كفت درك معين يأخذه سبب اللي سببه، أجريسيف هايدريشن، إنيشيتينج ثيرابي either with bromocriptin اللي أيضا هو يزيد الدوبامين أو الدانترولين. معش يعني هذه كفكرة عن خاف مسامين بيها، خاف رحت ردها حولوا لك مريض وما أخذ أنت سايكوتيك وصلك للطوارئ فيبر ورجدتي فعندك يكون فكرة عن الموضوع حتى لا يعني هذه لأنه من الأمور اللي تجي هي بالطوارئ يعني acute presentation. خلصت المحاضرة الأولى، عندكم سؤال استفسار عليه يا شباب؟